ده الصبح في سجن الكرتون. اتفضلي المجرمة الجديدة الخطيرة جدا. يا ظباط تقدروا تمشوا. انت متأكدة؟ دي مجنونة. ما تفكريش حتى. صورة للملف. شمال. هي. هنرسم التفاصيل. نعمل عدسات الكاميرا من الكرتون ونحدد الخطوط بالماركر. ممكن أشوفها؟ صورة خطيرة. ده اللي هتاخديه من كاميرا كرتون. أنا هاخد البندانة. اعملي لنفسك واحدة. هعملها. مفيش أحسن من الكرتون. تمام. هبص على المخبأ بتاعي. شنطتي هنا. الأدوات دي هتساعدني أهرب. أنا هنشر القضبان. إيه؟ مش نافع. ايه الدوشة دي؟ انا بتهيالي ان انا سامع حاجات. اوكي. طيب وده؟ مش نافع كمان. القضبان دي مالها؟ هو ده منشار كرتون؟ أهلاً يا زميلتي، أنا كيلي. آها، أنتي محتاجة مبرد؟ أيوة، محتاجة. نفعت، شكراً يا كيلي. لازم أمشي. لا، مش بالسرعة دي، ده هيوقفك. اتفضلي. استني هنا دلوقتي. كلب كرتون بيهوهو كأنه كلب حقيقي. أخرج إزاي من هنا؟ عندي فكرة. أنا هجيب المفاتيح الكرتون دي. هنقص مفتاح من الكرتون. نرسم الشكل والتفاصيل. نعمل مجموعة من المفاتيح. أنا محتاجة مغناطيس كرتون. تمام. الحارسة نايمة. يا مفاتيح تعالي ليا. شوية كمان صغيرين. لا، هو ليه في كلب؟ هات المفاتيح. شوف معايا ايه. عظمة لذيذة. مش عايزها؟ عظمتين لزاز. اوه ايوه، لذيذة جدا. العظم ليك والمفاتيح ليا. باي باي يا سجن الكرتون. مش المرة دي. فعلا؟ هاي، اشتركوا في القناة بتاعتنا واعملوا لايك للفيديو. استنوا، أنا معجبة بالشاب الوسيم ده. بريتني، عايزة تعملي فلوس؟ رتبي لي ميعاد. حاضر. هسيبكم انتوا الاتنين لوحدكم. هاي، أنا كيلي. أنت مش بتتكلم كتير. أنا بحب الرجالة الغامضة. أنت عندك اهتمامات؟ الفلوس؟ الماس؟ أنا موهوبة جداً. أنا ممكن أعزف على الكاسات. مش عاجبك؟ أنت مش ذوق خالص. أنا بوظت البدلة بتاعتي. ما تطلبنيش. هاي، إحنا قليل قوي لما بيجيلنا ضيوف. أنا مش هتعود أبداً على الاستحمام في الفلوس.
والحمام بتاعي معمول من صندوق من الكرتون، ده مش عادل. أوتش، أسناني. إيه اللي حصل؟ حد ينقذني. أوكي، فين الوكيتوكي بتاعي؟ إحنا محتاجين إسعاف الأسنان. هنقص قطعة من الكرتون ونعمل وكيتوكي. نلزق شاشة من الكرتون والزراير ونضيف التفاصيل بالماركر. افتحي فمك من فضلك، أنا عايزة أساعد. طيب، شكراً على المساعدة. هولي بتستعد للسرقة. يلا، أنا هنا. الفلوس أكيد في المرتبة. أيوة، أنا غنية. أوه، أيوة، إحنا اتسرقنا، الحقوني. فيو، ده كان مجرد حلم. الجو حر قوي، الشمس مشرقة كأننا في ريزورت استوائي. أنا محتاجة لبس للشاطئ. هنقص ملابس واكسسوارات من الكرتون، نلونهم بألوان أكريليك. أوه، أيوة، أنا بحب الشمس. أوه، أنا هطلبك بعدين. ما فيش شمس تاني، ده سجن مش ريزورت. انتي شريرة. أنا جعانة. هاي، ممكن أطلب بيتزا؟ الأوردر بتاعك، إحنا بنقبل الكاش. وفس، مفيش. كالي، ممكن تسلفيني فلوس؟ بليز. أوكي، دول هيكونوا كفاية دلوقتي. وفس، أدي الفلوس، لكن اتزنقت، مش عارفة أخرجها. أوه، ممكن تاخد كلب؟ إيه؟ ده لطيف قوي، أنا كنت دايماً عايز كلب. في سجن الكرتون، الفيران كمان كرتون. الغداء، الغداء، أنا مش هاكل ده. لا، أنا هعمل الغدا بتاعي من الكرتون. هو ده، هنقص دايرة من الكرتون السميك، نعملها على شكل طبق، ونعمل معلقة من الكرتون. نقص إزازة لبن، نعمل فطار سيريال من الكرتون الملون. نضيف لبن ونستمتع. انتي بتتكلمي جد؟ يا ترى زميلتي عندها ايه للغدا؟ انا لسه ما خلصتش رسم. اهلا يا بيبي، انت جعان؟ يا مسكين، اتفضل قطع الجبنة، طعمها حلو؟ شبعت؟ ودي علشاني، تحبي تاخدي قطعة؟ لا، أنا مش جعانة. ده ميعاد التفتيش، لسه مضحك. تصبحي على خير هولي، أنا مراقباكي. في حاجة مريبة هنا، هشوف. أوه لا، دي فعلا هربت. أوبس، حبيتوا الفيديو بتاعنا؟ قولولنا في التعليقات مين السجينة اللي حبيتوها أكتر، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس، ما تفوتوش الفيديوهات الجديدة المضحكة من تروم تروم.